اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دوزتوا عاشورها؟ مبروك عواشركم، ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بصحه جيده. ان شاء الله كنطلبوا من سيدي ربي يشافي كاع المرضى اللي راهم مراد. المهم كي درتوا نتوما؟ جمعتوا مع العائله؟ ما جمعتوش؟ انا بصراحه ما جمعت حتى مع شي واحد، بقيت غير في داري. و المهم اليوم انتم كتشوفوا هاد السيمانه صراحه داز شويه البرد هاد الايامات، وشويه نتاع الجو مبدل بزاف. قلت اليوم ارى علاش لا نخرج ندير واحد الدوره، وصراحه يعني كاين الناس بزاف، وانتم عارفين هاد الوباء يعني كاين بزاف، يعني الناس اللي قراب لينا يعني على داكشي ما نقدروش نقولوا راه ما كاينش، راه صراحه يعني راه في الناس اللي قرابين لينا، كنطلبوا لهم الشفاء. وان شاء الله كلشي هذا الشيء غيدوز، وان شاء الله نكونوا كاملين مزيانين، وهاد كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد الوباء. المهم البنات غير جبتكم معايا، قلت راه نمشي ندير شي دويره لماكدونالدز، وعلاش لا ندي معايا البنات. انتم عارفين يعني انا في واحد البلاصه يعني كبيره فيها بزاف تاع برجر، بزاف نتاع ماكدونالدز، انا كيعجبني نجي لواحد اللي كيكون خاوي يعني بعيد على الدار ديالي شويه بزاف كتير. ومهم جيت هكا انا وعزيز جينا نضرب واحد الدوره، هو ما كيعجبوش يبان، ما كيتعجبوش الكاميرا، ما يبغيش يبين راسه كما بزاف تاع الناس كيسولوني، كيقولوا لي بيني لنا عزيز، بغينا نشوفو عزيز، بغينا نشوفو عزيز. هو ما كيبغيش يبان، خطيب السوشيال ميديا كاع بصفه نهائيه، ما عندوش مع هذا الشيء لا ديال يوتيوب لا تيك توك لا يعني والو، ماشي ما عندوش معاه كيتفرج واه، ولكن باش يبان هو ما كيبغيش يبان هو. مهم وراه كيخلي لي حتى هو التعليقات مره مره. مهم البنات شوفوا الجو كي راه داير. مهم البنات هانتوما كتشوفوا هاد ماكدونالدز راه علاش مطرق كما قلت لكم، راه داير لنا طابله طابله لا طابله طابله لا، ما يمكن ليناش نجلسوا فين ما بغينا. هانتوما كتشوفوا كاملين داير لهم راهم بريسينتافوس كما، والاغلبيه الناس حتى واحد ما كيجلس حدا واحد، يعني هانتوما كتشوفوا اصلا ديجا راه ما كاينش الناس بزاف، راه يعني قليل بزاف، واغلبيه يعني كاين هنايا غير الناس البرانيين يعني التوريست كما كتشوفوا. مهم البنات كما كتشوفوا انا راني باقي كنتسنى صراحه، يعني انتم عارفين يعني انا دايره الريجيم ولكن واحد النهار بيني وبينكم ما تقولوا حتى الواحد، يعني معليش الا دوزت واحد شويه القانون، اصلا مانيش طالبه شي حاجه، طالبه شي شليضه شي حاجه هكا خفيفه وصافي. المهم هادشي اللي بغيت يعني نخرجكم غير معايا الدوره يعني فين مشيت وصافي فيكم. سمحوني يا عزيز هو اللي كيدير شي حركات كيضحكني بيهم صراحه، راه قلت لكم راه انا ما غاديش ناكل شي حاجه اخرى من غير شلاضه، كيضحك عليا لحقاش كيقول لي كتقولي للمشاهدين غادي تاكل غير شلاضه وانت راكي طالبه، هذا انا غنوري لكم البنات طالبه واحد لاكلاص، ويعني مره في السيمانه ما كاين باس، وماشي عاد حتى مره في السيمانه، يعني مره دابا راه مفوقاش ما جيت هنايا لماكدونالدز، وكاز كيضحك عليا قال لي وريهم كلشي ولا ما توريهمش، وصراحه يعني انا غادي ناكل غير هاد الشلاضه اصلا والله ما فيها الجوع، وغادي ناكل هذا اللي كاز كيضحك عليه هو. المهم البنات هادشي اللي بغيت نقول لكم، واللعاب هانتوما اللعاب باش نتلهاي انا وعزيز يعني نلعبوا انا وياه. مهم البنات خليوا لي في التعاليق ديالكم شمن مواضيع بغيتوني ندير لكم، ولا شمن مواضيع بغيتوني نهضر عليكم، نهضروا عليهم كاملين. كما كتشوفوا حنا دابا حنا قربنا نوصلوا ل 1000 ابوني، يعني ولينا عائله صغيره بيناتنا يعني، وكنبغي نشكر بزاف الناس تاع التيك توك اللي يعني صراحه يعني واحد نسبه كبيره اللي جاوني من التيك توك والتفاعل ديالهم، كنبغي نشكرهم بزاف. مهم وخليكم تشوفوا شويه، وصراحه انا قدامي والله ما خلانيش نكمل، سمحوا لي بزاف. البنات انا بغيت نقول لكم دابا كنت كنتناقش انا وعز في الهضره، وقال لي زعما راكي انت كديري الريجيم، ولكن مره كتبيني البنات هكا مثلا شي حلوه درتيها، ولا مثلا كليتي شويه اكثر بالقانون، وكما قلت لي اللي نقول لك غنقول لهم
راه البنات شوف راه ماشي خاصنا نحرموا راسنا من كل صافي نموتوا بالجوع كما قلت لكم وعاود قلت لكم لا يعني واحد المره ولا ما. سمحوا لي البنات راه الفيديو تقطع. اللي بغيت نقول لكم قلت لكم راه ماشي زعما صافي غير نديروا الريجيم صافي يعني نحرموا راسنا من كلش فهمتوا. والله كما قلت لكم البنات سمحوا لي تقطع الفيديو كما قلت لكم راه ماشي خاصنا يعني نمنعوا راسنا من كلش نديروا احتياط ونتبعوا القوانين ونتبعوا ولكن واحد المره ولا في السيمانه ولا يعني ماشي ما كاينش مشكل ولا جابت هاد الظروف ومشينا لشي عرضه مثلا هكا مره في السيمانه ولا راه ما كاين حتى شي مشكل. شحال غنزيدوا 200 غرام 300 غرام ماشي هذا هو يعني اللي مهم غير شنو هو يعني نهارات الاخرين كونترولوا راسنا وكونترولوا يعني شنو كناكلوا شنو كنديروا باش يعني نديروا باش حتى واحد النهار مثلا فوتنا القانون ديالنا ولا ماشي مشكل كما قلت لكم. المهم البنات ما بغيتش نطول عليكم بزاف انا غير جبتكم هكا يعني معايا هذا فيديو بلوك غير خفيف وصافي غير باش تشوفوه. كنتمنى يعني تكونوا شاهدتوا هذا الفيديو وانتم على خير وبخير وكما قلت لكم في الاول يعني كنبغي نشكر اي واحد يعني راه يدعمني يعني في القناه ديالي ويدير لي لايك كنبغي نقول له شكرا بزاف. وكيف العاده الى عجبكم بارطاجيو مع لا فامي والصحاب والحباب كاملين ونقول لكم ان شاء الله نتلقى معكم في فيديو جديد وشكرا بزاف على المشاهده.